السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس. دائما في التحضيرات ديال رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غندير معكم مطيشه معلبه، مطيشه ديال الحك اللي تنشريو، مطيشه ديال الحك ماشي مطيشه لاصوص، او لا مطيشه ديال الحك اللي غادي ندير معكم، وان شاء الله ما غتكون فيها لا اضافات لا والو. احسن 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 من ديال الزنقه، مليون في المية، وناجحة مليون في المية، وعلى يديكم صوبة. و فريمون الحمد لله، دابا لي طوماط سيريز واجدين. اللي ما عندوش لي طوماط سيريز يدير مطيشة العادية، غير اختاروها تكون حمراء على ود اللون، اختاروها تكون حمراء. هذاك الشيء علاش فضلت انني نديرها بمطيشة سيريز، خلطت ما بين هذه وهادي، ولكن انا غلبت هادي لان هادي تتكون فيها ديك الحموضه ديال المطيشه، هادي تتكون فيها شويه تاع الحلاوه، وهادي تتكون فيها ديك لاسيديتي ديال المطيشه. دونك هذاك الشيء علاش غلبت هادي. هنا عندي قياس 3 كيلو، درت 2 كيلو من هادي، ها هي ورخيصه دابا 60 ريال، ودرت هادي ب 4 دراهم، هاد الغليظه ب 4 دراهم، وهادي ب 3 دراهم. الوغ ودرت كيلو من هادي، دونك هنا عندي 3 كيلو. دونك عندي نسيترو ديال الماء، نسيترو ديال الماء، وعندي 100 غرام لانني درت 3 كيلو، دونك غنزيد 100 مليليتر ديال الماء اللي هي غتولي عندي 600 غرام، 600 مليليتر ديال الماء. دونك بحال نص كيلو، وزيد عليه نسيترو تاع الماء، وزيد عليه واحد كاس لاروب ديال العنبه. دونك غنديرها فوق البوطه، غنخليها تغلى نسيترو غادي نخليها تغلى نص ساعه، نصف ساعه وهي تتغلى فوق البوطه. دونك نتلاقاو ان شاء الله من بعد نص ساعه. من بعد ما طابت لنا مطيشه مزيان، تنخليوها طيب مزيان حتى تتولي طالقه الحموره. ها نتوما شفتوا كيفاش تتولي حمراء. دابا غادي نضيف عليها جوج معالق، عندي 3 كيلو ديال المطيشه، غنضيف عليهم جوج معالق ديال الملح اولا معلقه ونص على حساب، انا ما عمرتش المعالق، دونك ما عامرينش. غادي نضيفهم وغادي نعاود نطحن، غادي نعاود نطحنهم. دونك هنايا من بعد ما طحنتها مع الملحه، فوالا غناخذ طبيصلات، غادي نقسمها على 3 اولا 4 طبيصلات على حساب الكميه، وغادي نديرها هنا طباصل هكذا، وغادي نخرجها للشمس، غتبقى تتبقى في الشمس النهار كله، في الليل تدخلوها لمده ديال 3 ايام او 4 ايام حتى تتنشف مزيان المطيشه ديالنا تتنشف، ونوريكم من بعد كيفاش. ولكن غطيوها دونك بحال هكا، انا خديت هذه شبكه هكذايا، دونك غادي نغطيها بحال هكا، وغادي نديرها فوق شي بلاطو ولا شي هذا سميتو، وغادي نخليها تت. دابا ما حد الشمس باقا عندنا، دونك تنستغلوا هاد الوقت هذا، وتتبقى عندكم المده طويله في الثلاجه، ما تجرى ليها حتى شي حاجه، ما تتخسر ما والو، بالعكس عاد ما تزيد اللون غادي وتحمر. دونك دابا انا غنقسمها هادشي كله، غادي نديرو في طبيصلات باش ما تكثروش في طبصيل واحد باش تنشف لكم دغيا. قسموها على طباصل اولا شي بلاطو يكون كبير، وهذا سميتو، ومره مره دوزو تحركوها، مره مره فيما تشوفوا الفوق ديالها نشف دوزو تحركوها. دونك انا غنوريكم من بعد ملي غتنشف لي. دونك هنايا من بعد ما دازت 48 ساعه، هيا شوفوا المطيشه كيفاش تولي تتيبس. دونك غنكرط لها هذا الشناب كله، غنجمعها على الطباصل كلهم، غادي نجمعهم طبسيط. شفتو كيفاش تولي واللون،
هكذا، وغادي نخدمها مزيان بيديا حتى تنسجم كلها. وعندي شويه تاع الزيت اللي غندير ليها من الفوق، وغنحتفظ بها في الثلاجه. هنا فوالا تنحصل على مطيشة بحال هادي. فوالا عندنا الملحة كمادة حافظة، درنا فيها الملحة بالزيت باش ما تبدل ليها لا لون لا والو، ما تتخسرش تتبقى هكذا. معلقه منها وتغطوا على مطيشه، ما تخليوش البرد فيها، تغطوا عليها. فوالا فوالا هكذا. وغناخد الزيت العادي ماشي الزيت العود، ونعمر عليها بهذه الطريقه هذه، ونسد صافي. وغنحتفظ بها في الثلاجه. دونك هذه بقى لي هذا الشيء، هذا غنعمر قرعه صغيره. ومصويبة على يديكم. فوالا تغطو، متخليوش الفراغات. صافي وخويا الزيت. صافي وغنسدها وغنحتفظ بها في الثلاجة. وبالصحة والراحة. هاك مطيشات الحك ديالنا هي هادي. فوالا هانتوما، تتكون رائعة بزاف عاد، وحمراء اللون ديالها حمر، وبدون مواد حافظة. وبالصحة والراحة.